تقنية شوية، واحنا في علشان كبلدي بننزل مناطق العشوائية نعمل تنمية مستدامة فيها. فحضرتك كنت اتكلمت ان في مخيمات الإغاثة كنت بتفعلوا دور الأهالي في المعايشة، وكنت بتعمل معايشة وجوار معاهم. كنت عايز أسأل حضرتك في آليات ازاي نطبق المعايشة وجوار في المنطقة عزبة أبو قرن اللي هي في مصر القديمة اللي بننزلها، وازاي توفر تمويل مستمر لصندوق الإغاثة عند حضرتك. طيب، بالنسبة للسؤال ده، ان انت بتقعد مع الناس في الأول، تقعد مع الناس بتخليهم هم جزء من الحل للمشكلة، بمعنى ان هم يعني اللي هو دراسة الحاجة، دراسة واقع الحالة بيخرج من الناس نفسهم، مش بيخرج من الكتب ومن المكاتب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بتختار من هؤلاء الناس من يستطيع قيادة هذا العمل في مرحلة معينة من المراحل، وتنمي قدراتهم فيصبحوا هم أصلا موظفين عندك ولو لست أشهر أو لسنة. عملنا هذا الموضوع أيضا في خزانات، بناء خزانات مياه في جبال كشمير في باكستان. كان الجزء المجتمعي للناس اللي في الجبال دول هم العمالة، زائد انهم يجمعوا جزء بسيط من قيمة تكلفة بناء هذا الخزان، فاصبحوا يملكوا الفكرة ويملكوا المشروع. فاصبح الناس في العشوائيات هم يملكوا الفكرة وجزء منهم موظف عندك، فحولت جزء بسيط منهم من مجرد ان هو كان متلقي للمال الى مجرد انه موظف. كون هذه التجربة بتنجح بعد كده هو على مستوى المجتمع ده، تستطيع انك تنشرها فتجد لها دعم من مجتمعات اخرى او من جمعيات اخرى او من مؤسسات اخرى او من الدولة نفسها. التمويل المستمر في صندوق الإغاثة، الإغاثة ما لهاش تمويل مستمر، الإغاثة مرتبطة بالطوارئ وبالإعلام والأسف يعني. أما التمويل المستمر لأي مشروع فهو علاقتك أنت بالمانح، تنمية الموارد بتاعتك من خلال استقراء ما سيحدث في المستقبل وتعليم المانح ماذا يفعل. يعني مثلا في قضية من القضايا، كان في أحد المانحات المصريات ست، بسم الله ما شاء الله ربنا يديها الصحة، من الأغنياء جدا، فكان حرب الشام موجوده، فقالت انا هديكم فلوس للشيشان. انا مش عايز فلوس للشيشان، لان التلفزيون هيديني فلوس للشيشان. قلت لا، احنا عايزين نبني فلوس للبوسنويين عشان يرجعوا البوسنه. ازاي ومش ازاي؟ قلت له اشتبك من التلفزيون، التلفزيون ده بيدغدغ عواطف الناس، اما نحن نريد ان نبني منازل لارجاع النازحين البوسنويين من البلاد اللي هو او اللاجئين من بلادهم. وفعلا دفعت المبلغ كله للنازحين وبناء البيوت وليس. فانا بد ان تعلم المانح عندك. عشان بس في على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى البلوج، يعني ممكن تخش لهم ان شاء الله. احمد عرابي محمد، كنت مدير لجنه الاغاثه الانسانيه في اذربيجان قبل كده، مدير لجنه الاغاثه الانسانيه في فرع اذربيجان تبع النقابه يعني، ولا تبع النقابه؟ الكلام ده سنه 91 لخانه سنه 95 يعني. كويس. المهم المشكله ان احنا في الاغاثه عموما بنقوم على فكره ان احنا ندي رغيف للفقير حتى يزداد فقر، لا نعطي كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم فأس ليحتطب به، دائما نعطيه بطانية، نعطيه اكل، نعطيه شرب، نعطيه، اما لا نعطيه ابدا مهنة، لا نعطيه وظيفة، لا نعطيه اي ادوات من العمل حتى ينهض به، حتى يفضل اليتيم لغاية ما يكبر وهو متكل على الإغاثة. دي نقطة واحدة. النقطة الثانية، احنا دلوقتي عاملين حاجة اسمها الائتلاف اللجان الشعبية في محافظة الجيزة، بنواجه حاجة صعبة جدا في مصر هنا ما واجهناهاش برا، اللي هي العمل الجماعي. احنا عندنا في مصر لازم كلنا نبقى قادة، يعني الائتلاف مكون من 28 جمعية، لازم 28 يبقى قادة، لازم 28 يقولوا، و 28 وراهم 100 واحد متطوع، يبقى 2800 واحد لازم يبقى كلهم قادة. ازاي نقدر ندير المنظمات المدنية في مصر بلا أنا، بأن احنا عاوزين نخدم بلدنا. جزاكم الله خير. أنا بس هبدأ بالتانية، لأن التانية حديث عهدي أنا، أو أنا حديث العهد بها، تكوين المنتدى الإنساني، وتكوين منتدى تاني اسمه منتدى الإسلام الخيري، وتكوين المنتدى كثيرة جدا. في ثلاث صيغ لتكوين منتديات أو تألفات. أولا أن يكون رئيس المنتدى ليس من الأعضاء، بمعنى عندنا دلوقتي حاجة اسمها DEC في لندن، اللي هي Disaster Emergency Committee، لجنة الطوارئ البريطانية الدولية، أكبر 13 مؤسسة في بريطانيا، فيهم 13 أمين من مؤسسات مليونية وملياريه، لكن الشرط الوحيد أن يكون رئيسهم من خارج القطاع، فيصبح رقم 14 أو 15 2
هم الرؤساء اللي يديروا هذه المنظومة، فلا يحدث تناحر بين المؤسسات الأعضاء. ده أحد الأساليب. الأسلوب الآخر أنك تعين منسق عام، سكرتير عام يعني موظف، ويكون رئيس الجلسة في مكان المقر الاجتماع هو الرئيس الجلسة نفسه. يعني لو احنا عندنا 10 مؤسسات وكل شهر بنجتمع في مكان ما، ففي مكان الاجتماع يترأس الجلسة المضيف، لكن السكرتير العام هو الموظف الذي يدير كل أعمال السكرتارية الثالثة. أنا عندي المثل اللي أنا كنت بتكلم عنه، منتدى الإسلام الخيري أسسناه 5 مؤسسات، فاختاروني أنا بقى الرئيس بتاعه وللأسف يعني، فأحد المؤسسات انسحبت لأن أنا دمي تقيل عليهم خلاص، فطلعنا قرار أن يكون الرئيس في المستقبل لا ينتمي لأي من المؤسسات المؤسسة للمنتدى. ده أحد الأشياء أنتم كنت تقاتل عليها. يا أخواننا احنا 20 مؤسسة خلاص، هاتوا شخصية عامة لست منا خلاص. جزاكم الله خير. عشان الآن أنا عايزين نبقى نعملها نحنحة، تتنحنح وأتنحنح معك نحنوحا، فحينما ننحنح ونحنيحه يبقى ايه، نخرج من الآن أنا أنائينه صح؟ السلام عليكم. وائل الزغبي، أحد الناشطين في المجتمع المدني ومدير تنفيذي لأحد مؤسسات المجتمع المدني. مداخلة وسؤال يا دكتور هاني، أشكرك الأول على المحاضرة. بس أنا هقول حاجة فضل. إن المرأة المصرية من هالصوت حتى هذه اللحظة، وهذا عيب كل العيب. وبعدين ترجعوا يا صمت، انت يا صمت. طب بتتكلمي ليه بقى؟ احد الاخوة اثار موضوع التمويل، وانا حابب بس سريعا القي بارقام ممكن تخلينا نشوف الصورة كاملة. تانية يعني مصر فيها لغاية يوم الخميس اللي فات دوان 35,500 جمعية و 1,101 مؤسسة آلية غير حكومية. التمويل احد الارقام اللي ظهرت ان التمويل الداخلي في مصر كله حوالي 14 مليار جنيه، والتمويل اللي جاي من بره لا يتعدى 500 مليون جنيه مصري في السنه. فبرضه مهما كان فالتمويل الخارجي هو قله وليس كثره. خلينا بس نبص على الصوره كامله. حاجه تانية اللي انا عايز اقولها في موضوع التمويل، التمويل بتر رجله الاساسيه في موضوع الاوقاف، وانا شايف ان الاوقاف لا تطرح في بالنقاش بعمق، لان قانون الاوقاف تم تغييره سنه 52، بقى له حوالي يعني داخل على 70 سنه. الاوقاف هي كانت الرافد الاساسي للتمويل، اتغير القانون اصبحنا فقدنا مورد اساسي جدا مستقل ومستمر. السؤال لحضرتك كيفيه نقل، حضرتك خبره طويله في المجتمع المدني الغربي، وال كيفية نقل الآلية التعليمية لبناء كفاءات محترفة وأمينة، يعني من الأمانة والقوة، يعني يعني مدربة محترفة طبعا ومحترفة يعني للمجتمع المدني المصري. جزاكم الله خير. طبعا ده يعتبر تحدي كبير يتكلم عليه الأخ وائل، كبير جدا جدا. إزاي إن أنا أطلق هذه الفعاليات فجعلها تعمل بمعايير إنسانية دولية؟ نحن ما زلنا نعمل بمعايير تقليدية، ودي مش عيب مش حرام، لكن لابد أن نعلم نعمل حينما نعمل على الخارج أن يكون لنا معايير دولية حتى يستطيع الآخرين أن يفهمونا. دي بتاخد وقت، ولابد نحن نستقرئ، يعني يكون في جلسة اللي بسميها دراسة احتياجات المجتمع مع مجموعة من الجمعيات تجلس لديها وتحدد ورق عمل للمشاكل، نضع خريطة المشاكل لكي نستطيع أن نضع خريطة الحلول. وهناك في كفاءات مصرية تستطيع أن تدرب في داخل مصر، واللي مش موجود في مصر ممكن نجيبه عن طريق الإنترنت، واللي مش موجود ممكن عن طريق دورات والتحالفات مع الدول مع المؤسسات الدولية الأخرى، وده شيء. بس لابد علينا الآن أن نحدد خريطة المشاكل وخريطة الفعاليات لكي نضع الحلول لها. السلام عليكم. أحمد مهندس مدني ومتطوع. الحمد لله الأخوات وصلوا. متطوع في لجنة الغسل الإنسانية في نقابة الأطباء. هو بس يعني مشكلة أساسية كانت بتقابلنا في اللجنة، وحتى أحد أصحابي كنا عاملين فريق متطوعين، بدأنا مع مشروع غسل الصومال وهنكمل إن شاء الله. بس مشكلة البيروقراطية يعني أو الروتين اللي موجود في المؤسسة، حتى حد فضل. لا في لجنة الصومال. انا عارف نقابة الاطباء، واخونا احمد حمد اقف كده،
دكتور احمد حمد من احد الاطباء المحترمين جدا اللي كان بيشتغل في اتحاد الاطباء العرب، وكان في الزنتان وفي طرابلس وفي راس لانوت وكل الحاجات دي كلها، ولسه واصل لمصر والحمد. ها لا في لا 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 معلش 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 يعني لا بس انا بتكلم يعني بس بحيي الاخ ده لانه كان ممكن يكون ميت في مصراته الى اخره. ما تقف عشان تحييك، جزاكم الله خير. لسه واصل ورايح دارفور ان شاء الله قريب، هم عايزين يودوه في حته عشان ما يرجعش تاني، مفيش فايده بيرجع. فضل. يعني انا يعني الفتره اللي اشتغلت فيها لحد دلوقتي كنا بنلاقي صعوبات قوي في موضوع الـ يعني في روتين، وروتين شديد قوي، ان احنا الحاجات الامكانيات اللي عندنا وتوظيف الامكانيات ديت قليل جدا. يعني احنا وصلنا في مرحله مع الناس بنسالهم في كده في مكتب لجنه الاغاثه، بيقولوا احنا مش عايزين فلوس اكتر من كده، واحنا بنجمع تبرعات للصومال مثلا في رمضان وبعد رمضان، احنا مش عايزين تبرعات، احنا عايزين نصرف اللي عندنا. كويس. طب يا جماعه عايزين نصرف اللي عندنا، لقينا في روتين حتى الدكاتره اللي موجودين في النقابه بيشتكوا. وصل وصل السؤال. فكرنا نوصل لحضرتك في حتى في لجنه الاغاثه الاسلاميه. وانا مالي انا؟ فلا لا يعني ان لاقي مسار تاني اوسع وفي مساحه وكده. احد اصحابي سال حضرتك فقلت له برضو في روتين شويه في ال. جزاكم الله خير. نحل المشكله دي ازاي؟ طبعا التطوع خلاص، جزاكم الله خير. التطوع نفسه كثقافة قد لا يكون موجود عندنا في مصر، والتطوع عندنا انفعالي، أزمة، فيضان، زلزال، حريق، تطوع، لكن تطوع مستمر مش موجود. فده مطلب من مطالب الثورة، أن يكون مادة التطوع هي جزء من المنهج التعليم الدراسي من الابتدائي للجامعة، عشان يكون كل طفل وكل راجل وامرأة لما يتخرجوا من الجامعة يكونوا هم نفسهم مؤسسة المجتمع المدني. كون في مؤسسة ما عندهاش قدرة على استيعاب المتطوعين، فدي مقدرتها، ممكن تتركها وتروح لمؤسسة أخرى أو ثالثة أو رابعة أو خمسة، وده ليس عيب. أطباء بلا حدود لميديسان سان فرانتير في فرنسا في السونامي أعلنوا على العالم كله مش عايزين فلوس. احنا في مؤسسة الدي اي سي في بريطانيا جمعوا في 3 أسابيع للسونامي 350 مليون جنيه استرليني، 400 ما عرفوش يصرفوهم في سنتين. فساعات بتكون الانفعال العاطفي للعطاء البشري للمؤسسات اكتر من حاجتها، فده مش عيب، لكن لابد المؤسسات تعلم عشان تبني قدراتها في المستقبل. اتفضلي اول اخت تتحدث معنا. مساء الخير. طب انا اسمي امل حماده، مدرس علوم سياسيه. هو الحقيقه انا عندي ملاحظتين، ملاحظه تتعلق بطبيعه العمل الخيري واختزاله في المسائل الاستجابه للكوارث وعدم تحويله الى قدره على مواجهه متطلبات التنميه المستدامه، ودي ممكن يعني ترتبط بالنقطه اللي حضرتك بتقولها، ان انا ممكن يكون عندي موارد 350 مليون دولار وما عنديش حاجه اصرفها فيها لان انا عايز طوارئ بس، لكن ما ببنيش على مستوى تنميه مستدامه. دي نقطه. النقطه الثانيه، اعتقد ان احنا احد مشاكلنا ودي مش شكوى، دي محاولة البحث عن حل، هو غياب قواعد البيانات. الموضوع يعني أنا عشان أعمل needs assessment لمنطقة محتاجة كمية من المعلومات الرو اللي كل المؤسسات تشتغل عليها، فإزاي نقدر نغطي هذا النقص في المعلومات سواء من جانب مؤسسات المجتمع المدني أو الحكومة؟ شكرا. جزاكم الله خير. طبعا النقطة الأولانية سهلة جدا، للأسف وللأسف وللأسف أغلب الأموال اللي تأتي لمؤسسات العمل الخيري أموال إما أموال كوارث مرتبطة بالمشاكل أو أموال موسمية، رمضان، أضاحي، عند إخواننا المسيحيين يمكن مثلا هو العيد الميلاد المجيد، مش عارف إيه تاني بيجمع يعني مش إيه. ها لا غسيل أموال دي عندك أنت معرفهاش بالك. ها فمرتبطة بمواسم أو مرتبطة بإيه بكوارث، وده الخطورة فيها. إحنا بقى كيف نستقطع جزء من أموال الكوارث ده عشان ندخله في التأهيل أو في التنمية؟ يعني ممكن نصف نص أموال الكوارث بالسياسة الداخلية في المؤسسة على الكارثة، والنصف الآخر ندخله في بعض المشاريع التأهيلية والتنموية. السؤال الثاني اللي اتكلمت عن كان اسمه إيه السؤال؟ قواعد البيانات ده أصبح دلوقتي جرم. المعلومة ليست ملكك، المعلومة ملك المجتمع، وليس من حقك أن تحجبها عن الآخرين. الأموال اللي في إيدك مش أموالك الخاصة، مش أموال الشركة بتاعتك، مش أموال الحزب بتاعك، مش أموال الجماعة بتاعتك، دي أموال المجتمع. فإذا اقتنيت معلومة لابد أن تشركها مع الآخرين، لأنها أصبحت معلومة عامة. أصبح دلوقتي
جرم أخلاقي في حق البشرية وحق المجتمع أن تحجب عنه معلومة. قد يكون هو في بعض الناس أقدر منك على استفادة من هذه المعلومة عنك أنت. أنا كان بتتكلم معايا أخت أو أخ مش عارف امبارح وأنا جاي، وبتقول لي في أحد الباحثين عنده معلومات ل 14,000 أسرة محتاجة مش قادر يكفي فيها إلا 1500. قلت لها ده راجل ولا مؤاخذة مش قادر أوصفه إزاي، لابد يدي المعلومات ل 12,000 أسرة التانيين دول لمؤسسات أخرى عشان تدعمهم، وإلا أصبح جرم في حق الفقير والمحتاج. هو في بس مشكلة بتواجه الجمعيات، أنا اسمي محمود زكي، في مشكلة دلوقتي بتواجه الجمعيات وهي ثقافة التبرع والمتبرعين، ان هي بتبقى ثقافة نمطية الى حد ما مرتبطة بايه، ان انا مثلا لما اجي اناشد الناس نجمع تبرعات، يعني نلاقي كم التبرعات مثلا لبناء مسجد او لعمل حاجة مثلا ايه من اللي هي الحاجات الثقافة النمطية، ده احنا هنجيب نعمل مش عارف مية، ده احنا هنجيب مش عارف ايه، الحاجات دي قليل الاقبال عليها يعني جامد جدا. فانا مثلا اجي اتكلم في ده احنا عايزين نعمل مثلا حديقه للاطفال، ده احنا اللي هي الثقافه التنمويه، او ان مثلا نعمل مشروع تنموي، طب المشكله اللي زي دي تحلها ازاي؟ انا دلوقتي عندي كذا نوع من انواع التواصل مع المجتمع. النوع التقليدي بروح المسجد وبروح الكنيسه وبروح المنتدى الى اخره، وده ليه جمهوره. في جزء غير تقليدي اللي هو جزء اللي هو التكنولوجيا مع الشباب اللي ممكن جزء منهم يفهم ما تقول، وفي جزء موجه لبعض من لبعض رجال الاعمال اللي بيقدروا يفهموا منهم الايه الشيء اللي انت قلت. ففي حاجه اسمها كوربريت مع المؤسسات اللي هي المانحه التجاريه والاقتصاديه، وفي حاجه مع الشعب تقليدي اللي هو المؤسسات المسجد والكنيسه الى اخره، وفي حاجه انت مع الشباب دول كلهم. يعني لو انت عن طريق التواصل المجتمعي في السوشيال ميديا، التواصل المجتمعي ده تستطيع ان تجعل عمل ضغط على بناء. انا مثلا هقول لك حاجه، من الجرم في بلد زي القاهره ما يكونش فيها رئات، جمع رئه للتنفس، حدائق للتنفس. يعني جنينه الجلاء دي اللي موجوده في التحرير فاكرينها، كنا واحنا صغيرين زمان من 20 سنه يعني 5 سنين، كنا بنيجي من الحلميه نسافر بالاتوبيس عشان نقعد نلعب كره هناك كل يوم جمعه، كانت تعتبر رحله بالنسبه لنا. دلوقتي نصها اتبنى، ففين الحدائق اللي بتكون متنزه للناس؟ ده اصبح مش موضوع بناء حديقه دلوقتي او عمل حديقه انشاء حديقه، ده جزء رفاهيه، لا ده جزء معتبر تنفس، واقول ايه يعني جزء اساسي للناس عايز تخرج. اللي ما عندوش فلوس للايه لانه يروح كازينو وكذا وكذا، عايز على الاقل يروح يشتري حبه لب وسوداني ويقعد مع اولاده بدل ما احنا بنقعد على الايه على الكوبري وعلى الكورنيش الى اخره، والاخت اللي يعني عايزه تتجوز وما عندهاش تصور على كوبري الجلاء وكوبري مش عارف قصر النيل. حقيقه ما ده جرم حقيقه. لو عندنا شيء عام لده تعمله الجمعيات، ده يدفع في فلوس. ليه؟ لان الناس عايزه تتنفس تخرج. انا من حقي ان انا اتفسح ولا مش من حقي؟ لازم اكون محبوس في العشوائيه 24 ساعه ولا لا؟ جزاكم الله خير. اتفضل. أنا اسمي أمال ثابت، شكرا، ودكتورة في علم النفس الاجتماعي وعجوزة زي ما أنتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله عليك. وأنا صغيرة كنت بفكر يا ربي ليه ناس عندهم فلوس كتير وعندهم قوة وصحة وناس ما عندهمش، وكنت بشوف أهلي بيدفعوا زكاة، وكنت ببص لنفسي بلاقي نفسي صغيرة ما عنديش فلوس باخد مصروف من أهلي، لكن أنا نفسي أدفع الزكاة زيهم، وبقول لهم أنا عايز أدفع الزكاة، يقولوا لي لا أنت لسه صغيرة وما عندكيش حاجة فما فيش داعي تدفعي زكاة. لكن أنا اهتديت لحاجة وعايزة أقولها لكم. أنا بقول إن ما فيش حد خلق نفسه، كلنا مخلوقين، ومخلوقين ليه؟ عشان نساعد بعض، عشان نزود بعض. فاللي عنده فلوس يدفع من الفلوس،
لكن لابد كل واحد عنده حاجة. في واحد عنده صحة، في واحد عنده قوة، في واحد عنده علم فيدفع من اللي عنده. وفعلا يا جماعة من وانا صغيرة ابتديت أدفع الزكاة أنا وأخواتي، فكنا بندفع من علمنا البسيط بحيث أني أنا محيت أمية 9. شكرا. وكنا بندفع من صحتنا وقوتنا، ولما كنت حوالي 18 سنة في السن وكنت في نفس الوقت في كلية الأداب جامعة القاهرة قسم فرنسي، كنت بروح اتطوع في الإسعاف العمومي وأخدم الغلابة والفقراء والمساكين وناس من الشارع، وكان عندي شوية أنفة فكنت عايزة أداوي الناحية دي، فكنت بستعمل التطوع في أني أداوي نفسي. يعني التطوع مش بس كان بيخدم غيري، كان بيخدمني أنا كمان، بحيث أن أنا كنت بركع عشان يجيلي عامل حافي متعور في رجله، فأركع قدامه عشان أنظف له قدمه وأنظف له رجله وهي وسخة جدا. واستعمل ده كعلاج ليا عشان أتواضع جدا مع الناس الغلابة اللي بالشكل ده. وبعد كده كنت فاكرة حاجة أثرت فيا، كان يقول لي روحي كده يا شيخة وجعتيني، فكنت أخدها كأن ربنا سبحانه وتعالى بيحط حسنات لي غصب عني. أنا بحكي لكم عشان تعملوا كده وتخلوا الصغيرين يبتدوا يعملوا ويبتدوا يتعلموا ويتعلموا التواضع من الصغر، وانهم يجاهدوا بكل ما يقدروا من جهاد. فده اللي انا نفسي اقول لكم عليه. انا اعتبر يا دكتورة، يا سعادة الدكتورة، ان الكلمات دي اهم من كل الدوشة اللي انا قلتها، لان ده تعتبر من سميها الذاكرة المؤسسية institutional memory، بتنقل لنا مشاعر وقيم اخلاقية مصرية دينية وقيمية، تواضع، خفض الجناح، الصبر، معالجة النفس، معالجة النفس في منتهى الخطورة، العمل الخيري في افات الوجاهة، افات الماده. احنا شفنا مصايب في البوسنه، بنات جميلات واسيء التعامل معهم من بعض العمال في الاغاثه. قضيه البوسنه كانت قضيه شائكه حتى على العاملين في العمل. انا خلاص خلصت 5 دقائق. طب ناخد، مش عارف اقول ايه، انت بقى اللي تيجي عشان انت تزعل الناس. انت اللي تزعل الناس، انا مش هزعل حد. جاءك حنظله. يا حنظله انت مش هتتكلم. انت هتنظم، تقول له انت، هتقول لهم اصمت او اصمت، اما يعدي الدقيقه تقول له اصمت. احمد عبد العزيز، جمعيه شباب مصر للحوار والتنميه. 4 حاجات سريعا، 2 سؤال، 1 استفسار، 1 تعقيب. تمام. اول سؤال، يعني كيف تستطيع الجمعيات على تقليل الفجوه بين الحكومه والمواطن؟ أوكي. ازاي يعني احنا عاوزين نرفع او نوسع رقعة الخدمة، فازاي يعني نعمل حاجة زي كده؟ تاني سؤال، انا كجمعية ازاي اعرف هوية المانح
على اساس ان احنا دلوقتي طبعا في عصرنا بيكون في خلفيات او باك جراوند مثلا سياسي او تحول سياسي في المنطقه او حاجات زي كده، فازاي ان انا اعرف الهويه؟ استفسار وتعقيب. لا بقى خلاص عشان ما فيش في اختين وراك. طيب ماشي، التعقيب انا هبقى اقوله للانسه قواعد البيانات. يعني الاستفسار، انا ماشي بقالي مثلا 4 سنين في زيرو رابش بروجكت، وبعد الثوره دخلت مراحل غير عاديه. اعلان ده مش استفسار. لا 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 مش اعلان، انا عاوز اعرف من حضرتك اعمل ايه على بما ان انا دخلت في روتينيات غير عاديه ومش عارف حتى هذه اللحظه اعمل اي حاجه، مش عارف. زيرو رابش يعني ايه؟ زيرو رابش اللي هي القمامه الصفريه واعاده تدويرها وحاجات زي كده. طيب. بس شكرا. انا هتكلم على الفجوه المجتمعيه. تمام. ممكن ناخد الاسئله. طيب خلاص خلاص، بس انا مش هنسى كده. صوتي كده حلو واصل؟ اتفضل اتفضل. رحيم عبيد صابر. اكتب انت اكتر. بس انا اوزعها. عبيد صابر من الجمعيه المصريه لاداره الازمات والكوارث. دي حضرتك احنا كنا مجموعة من فريق الشباب، بسرعة كده، مجموعة شباب لسه في شهر 7 اللي فات يعني قبل الثورة، فكرنا ان احنا نعمل حاجة لمصر، ندير الكوارث وندير الازمات علشان نقلل من الازمات اللي بتحصل في مصر ومن الضحايا. وصاحب الفكرة مهندس محمود عبد الوهاب قاعد معانا اهو، هو جمعنا اول واحد اهو. مين هو؟ امي محمود. امي محمود. انت محمود. هو صاحب الفكره، هو جمعنا كشباب وفلوسنا عملنا الفريق ده. دلوقتي الفريق بقى جمعيه ان شاء الله باذن الله، هيبقى جمعيه باسم الجمعيه المصريه لاداره ازمات وكوارث. سؤال لحضرتك، احنا حسينا مش هتكلم كده، احنا حسينا ان مصر محتاجه الحاجه دي، وعلى اساس ده عملنا الجمعيه. جميل. لما عملنا سيرش كده ما لقيناش جمعيه في مصر باسم الازمات والكوارث او اداره الازمات والكوارث. كل وحده، كل جامعه وكل مكان فيه اداره، لكن مش مفعله او ملهاش دور او مش حاسين بيها. السؤال لحضرتك بقى، ان لقينا كتير من الجامعات بتقلد وليس بتنسق، يعني حتى الايتام، الارامل، حاجات متشابهه، ممكن مربع واحد في شارع واحد نلاقي 3 جمعيات بيعملوا نفس الشغل. ازاي احنا نوجه انظار الناس اللي عايزين ياسسوا مؤسسات او جمعيات ان هم يتجهوا لاحتياجات المجتمع ويسدوا حاجات الموجوده في المجتمع؟ شكرا. عفوا العفو. فاطمه احمد، بكالوريوس اعلام. حضرتك يعني من ضمن الشرح اللي اتعرضت قدامي ان احنا اللي هنبني المجتمع بتاعنا بينا احنا، فازاي احنا هنبدا؟ كل واحد يبدا بنفسه. انا دايما يعني كل فتره بسال اللي حواليا انا صح في ايه ولا غلط في ايه. قبل ما انام بقعد احاسب نفسي انا غلطت في ايه وبصلح اخطائي. كل اللي حواليا بحاول ان انا اساعدهم، لان انا بشوف نماذج كتيره موظف الحكومه، يعني اي مواطن عادي بيروح يقضي مصلحه حكوميه بيصاب بحاله اكتئاب جامده قبلها باسبوع ان هو راح يقدم المصلحه دي. فازاي ان احنا نبتدي نعمل مثلا حاجه بسيطه بيننا فعلا عشان ما يحصلش نوع من الفجوه بين المواطن وبين الحكومه والرقابه على الحكومه. كان من ضمن الحاجات الملفته للنظر ايام وزاره نظيف، معنا معرفته، ان هو كان دايما بيقولك بالنسبه لتوظيف الشباب ان هو يعين كام الف كام مليون كام مش عارف ايه. اتصل بكل محافظه هتلاقي ما فيش حد يتعين منها، فانا هجيب منين الرقيب؟ لازم يكون في جهه محايده مالهاش دعوه بالحكومه، هي اللي تعين الناس دي وتعمل سيرش كده، يعني مثلا من على النت تعرف الناس اللي مش متعينه، في ناس عاشت وماتت ما تعينتش اساسا. شكرا. شكرا. طيب بس بالنسبه للفجوه بيننا وبين الحكومه، يعني انا عايز بس اقول مقوله كده، اهل مكه ادرى بشعبها. يعني لو انا هنزل في عشوائيه من العشوائيات، انا بكمل برنامج الحكومه، انا هنزل في قريه من القرى انا هكمل برنامج الحكومه، انا مش عايز اكون انا خصم للحكومه مهما كانت الحكومه، يعني بغض النظر عن من هي الحكومه. انا لابد ان انا ارى مصر كجزء واحد يتجزأ الى محليات، يتجزأ إلى قرى، يتجزأ إلى أحياء، يتجزأ إلى عشوائيات، إلى آخر، إلى أفراد. فوأنا بعمل هذه المشكلة لابد أن أضع في عيني أن هناك مؤسسة، 4 أو 5 مؤسسات بيشتغلوا في نفس المكان، أروح لهم. مش من العيب أن 4 أو 5 مؤسسات يشتغلوا في الأيتام أو في الأرامل، لأن دي بالعربي العمل الخيري أصبح جزء منه تسويق. اللي بيجيب فلوس أكتر بعن عليه أكتر، اللي ما بيجيبش فلوس ما بعلنش عنه، ودي مشكله بردك عشان عايز اعمل تمويل. انا كنت اعرف بعض الشباب عملوا مؤسسه لتونس ايام الازمه من 20 سنه كده، لان تونس ما بتجيبش فلوس، فاما دخل فيها افغانستان ودخلوا فيها باكستان ودخلوا فيها بنغلاديش ودخلوا فيها ايتام، ودخل ده في تونس وللعراق ما بتجيبش فلوس،
او برضك دخلوا في نفس الحدوته. فالعمل الخيري برضك جزء منه تسويق عشان نفهم الموضوع. رمضان على الاضاحي على راس السنه مش عارف على كذا على كذا على كذا على كذا عشان اجيب فلوس. فده مهاره المؤسسه انها تعلم من تعلم المانحين من افراد الشعب او من المؤسسات وتخطرهم عن ايه؟ عن برامجهم. والامر في ده ان احنا يكون برامجنا اللي احنا نعملها عاليه، مجرد احنا نكتبها كتابه جيده يستطيع المانح اللي هو غير تقليدي من ان يعطينا المال. فانا اكمل بيه البرنامج بتاع الحكومه. وزي ما انا بقولت لكم ان في كفاءات عاليه جدا في حواري وقرى مصر اكثر من الكفاءات اللي موجوده في اللي هم مش عارف فين بقى في الاماكن كده وكده وكده. السؤال الثاني القمامه دي، كان سيدنا يوسف اول من عمل ريسايكلينج مش كده في مصر، كان بيقول اتوني ببضاعه مجزاه، يعني حاجات اي حاجه بس هاتوها وانا هدورها. استفاد بمين؟ بالشعب المصري اللي هو كان حاطط رجل على رجل وفايف ستار، شعب فايف ستار في الوقت ده، قطعنا ايديهن يعني حتى ما كانوش بياكلوا بالشوكه، الستات قاعدين بيتفرجوا على الجميل سيدنا يوسف عليه السلام وقطعوا ايدهم. لحمتك كان بيقطعها برتقان برتقان مش لحمه. فشوفوا قطعنا ايديهن معنى مدى الرفاهيه للشعب المصري، لكن سيدنا يوسف خلى العاطلين من هذا الشعب يشتغلوا في مشروع الريسايكلينج اللي انت بتتكلم عنه ده، التدوير ده. المشروع ده مشروع بيئي كبير جدا جدا جدا، ممكن تاخد منه اموال من مؤسسات مانحه عالميه كبيره. انت بتتكلم عن كيف تصيغ المشروع اللي عندك بحيث يتركب على المحافظه على المناخ وعلى المحافظه على البيئه وتستطيع ان تحصل فيها. احنا اول مشروع عملناه في بغداد في 2003 كان لم القمامه، وحاليا في طرابلس او في بنغازي لم القمامه. يلا نخرج نلم القمامه كلنا، لان مشروع مهم جدا، مهم مهم مهم. انا اعرف بعض الزملاء كانوا ساكنين في الزمالك، بس معذره يا اخي حنظله. اين حنظله؟ اين انت هنا؟ كان بيشتري، كان ابن ناس بقى وغني ايام ما كنا صغيرين بقى، وراح كان ياخد كان مرتبنا كام؟ 17 جنيه. يعني خريج كليه الطب 17 جنيه، وعشان تتجوز تاخد عليه 7 جنيه بدل ايه؟ بدل عياده. فالبنات يقولوا ده بياخد 24 جنيه، يا عريس نقطه ما حصلش. المهم 24 جنيه شفت قد ايه؟ فاخويا زميلي اللي كان بالزمالك ده فبيعدي كده على عماره من العمارات فلقى كبيره قوي، فلقى الراجل بتاع اللبن اللي بيبيع اللبن كان بيجيب لهم، فبيقول له عم محمد، قال له ايه؟ قال له عايز ايه يا دكتور نبيل؟ دكتور نبيل كان زميلي. قال له بس جاي اشوف صاحب العماره ده. قال له ما تقول عايز ايه بس يا دكتور نبيل؟ قال له انت مين؟ قال له انا صاحب العماره. انا صاحب العماره. يعني مقلب الزباله بتدخل ملايين. فهمت بقى؟ شيلك مقلب كده واشتغل فيه. البيع اللي هو المانيوال ده بيدخل ملايين كذلك. فلذلك انت المشروع بتاعك مهم جدا، بس كيف تسوقه؟ كمشروع بيئي يحافظ على المناخ وعلى البيئه وعلى النظافه. سؤال اخير. لا ما انا بتكلم على جهات اخرى مانحه. يعني انا بتكلم على الجهات الحكوميه شيء، اما الجهات المانحه اللي هو عايز يخرج لها دي فكيف يصيغ المشروع مره اخرى؟ اخر سؤال خلاص. ها؟ انا ما اقدرش اراقب الحكومه اذا كنت مش عارف اراقب نفسي. اتكلم بمنتهى الصراحه. انا مش عايز اعلق مشنقه الاخرين وانا استحق الشنق. العرب يعني احنا مش عملنا ثوره وخلاص، ما عملنا ثوره يبقى زي ما بيقولوا ايه ولا في البلد كرسي في الكلوب تبقى تضلم. لا ما ينفعش. انا راقب نفسي واصلح نفسي واعمل تكتلات قويه واعمل مشاريع تستطيع ان تفتخر بها الحكومه قبل ما اروح اقول لهم اكسر ايه يعني البيت ازاز ما يروحش ايه ما يحدفش الناس بالطوب. وده مهم جدا جدا جدا. معنى اننا عندنا ثوره معنى مناخ من الحريه مش معنى كده اننا نكسر ما حدث او ما بني من قبلنا. والاخ حنظله دلوقتي سياتي. طيب انا بس في تنبيه بسيط، هو بره في على الانفو ديسك في ريجستريشن، فياريت الناس تسجل بس بياناتها بحيث المنتدى الانساني يتواصل لو في انشطه في مصر. كان في حد عنده مداخله بسيطه. السلام عليكم جميعا، انا اسمي نائله واكد وكنت عايشه في السويد 32 سنه ولسه راجعه من هناك. انا كنت اعمل تطوعي وخيري من ايام حرب الاستنزاف
وشاركت في الحروب كلها، وكنت بروح الجبهة، وسنة 73 شاركت في حرب أكتوبر المجيدة الحمد لله. وبعدين رحت السويد، قمت بعمل دعوي واجتماعي، وكنا على صلة كبيرة بالأستاذ الفاضل عن طريق السويد والقائمين هناك. أنا بس راجعة عايزة، أنا مناشدة عايزة أقولها لكم بصراحة، أنا راجعة وغيرانة قوي. عارفين غيرانة من إيه؟ لما كنت هناك أنا راجعة من شهر تقريبا، شفت الشعب التونسي المقيمين في السويد، الناس اللي قاعدين في السويد راجعين من تونس جايين في منتهى قمة السعادة والفرحة الشديد. فبسألهم ليه؟ قالوا الدنيا تغيرت هناك، الدنيا نورت، الاقتصاد ما تغيرش لسه، لكن الناس أصبحت تحب بعضها قوي وبيخيرين قوي مع بعض وبيقدموا مساعدات لبعض، وكل واحد بيسأل عن الثاني. أنا غيرت، لأن إحنا الشعب المصري ده إحنا شعب أصيل. فاكرين أيام 73؟ اللي زينا ممكن يحكوا لكم كتير قوي، كنا ساعتها وإحنا كنا إيه مع بعض، وقبليها كمان وبعديها. عايزين نرجع تاني بعد الثورة المجيدة دي، نرجع تاني نحب بعض وننشر الحب والمحبة والأخاء والحاجات الجميلة القيمة. إحنا شعب كل الناس فخورين بينا، صدقوني لما رحت هناك الناس كانوا طايرين بناطير، انت جاي من مصر احكي لنا الثورة وإيه اللي حصل، إحنا فخورين بيكم، سعداء قوي بيكم. فأنا كنت ببقى محرجة لما بسمع حاجات سلبية هنا، فإن شاء الله هنحاول إحنا ننشر الخير وننشر الحاجات الجميلة وننسى السلبيات، ما نتكلمش فيها أفضل، ما نقولش مش عارفة البلطجي ده عمل إيه ولا ده عمل إيه، لا، هنقول هنعمل إيه، إيه الحاجات الحلوة اللي هنعملها. يلا كلنا من دلوقتي ننشر الخير ونقول للناس طول ما أنتم ماشيين اتكلموا عن الخير، اتكلموا عن الإيجابيات لكل سواق التاكسي لأي حد. وأشكركم جدا وأسف على الإزعاج. شكرا لكم وشكرا للساقية، يعني رفعت الجلسة. يا جماعة احنا